الإشي الوحيد اللي أنا دائماً بحكيه وهلأ بعاود بعيده وبكرره، سلاح مقاومتي الحالي هو عملي الإعلامي. أنا همي أثبت عند الناس حق العودة بالوقت اللي عم بيكون في مؤامرة لشطب قضية اللاجئين، فبهمني أثبت حق العودة، بهمني ألغي مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون، وبهمني تكون سلاح مقاومتي كإعلامية فلسطينية هو عملي الإعلامي. قديش أنا بقدر أعلي صوت الحق والحقيقة، قديه من خلال هاي التقارير بالوقت الاحتلال عماله بيطمس الهوية الفلسطينية العربية للأماكن التاريخية، بزور وبنسبها لروايته الثوراتية، قديه أنا عم بحاول حتى آخر رمق إنه أنا أوثق الهوية الفلسطينية الصحيحة، الرواية الحقيقية لبلدنا في ظل اللي عم تتعرض له. لما أنا انبسطت إنه وأخيراً هدول العالم اللي بتواصلوا معاي عن طريق السوشيال ميديا واللي بشوف عندهم حب فلسطين وهم بعاد عنها قدرت ألتقيهم، هدول الناس اللي وثقوا في رسالتي إنه زينة صوري لنا بلدنا، إحنا ما بعمرنا شفناها بس سمعنا عنها من ستي أو سيدي، فأنا وثقت هاي البلد. اليوم التقيت معاهم وجها لوجه، هذا إشي كتير حلو، واليوم قدرت أعلي صوتي وأحكي الإشي اللي جعبالي أحكي لكل فلسطيني في العالم، وهاي الرسالة اللي ختمت فيها مشاركتي وهلأ برد أحكيها، إنه كل فلسطيني وين كان موجود سواء مقيم بفلسطين أو برا فلسطين بيقدر يقدم لفلسطين. ممنوع نغيب القضية الفلسطينية، هي البوصلة، هي لب الصراع.